جمهور الشرطة يسأل متى سنرى ملعب لنادي الشرطة؟ طال الانتظار. احنا والجمهور بنفس المكان، يعني احنا جهة مستفيدة، يعني لا احنا موقعين العقد ولا احنا موقعين الاتفاقات، وبالتالي ننتظر الشركة تكمل اللي عتها عقد مع وزارة الداخلية. السيد الوزير شخصيا يتابع وبقوة وسهل كل الأمور بصراحة، وهذا لا أحد يستطيع نكرانه أبدا. اختزل هذه السنوات من 2014 إلى 2023 تقريبا 9 سنوات، اختزلها ب5 دقائق، وبدت عجلة العمل في ملعب التمرين والملعب الرئيسي. وبالتالي كلامي للجمهور أيضا، احنا والجمهور واحد، يعني ننتظر الملعب. تعرف ما عندنا لا توقيع ولا قرار ولا دور، لكن احنا مثلا اللي علينا اكملنا قاعة نادي الشرطة، قاعة نموذجية، قاعة حديثة، اصف يعني على افضل الامكانيات ممكن ان اصفها، لكن الملعب كما تعلم هو بين الوزارة والشركة. على كل حال نثق بكلام السيد مدير الشركة ويقول أنا بالتاسع أسلم بال24 أسلم الملعبين، يعني على أنه يغير من الديزاين، أنه يصير الملعب مسقف بالكامل، يعني من كل الجهات مسقف قصدي. الشرطة بطل الموسمين الماضيين، هذا يخليكم أمام مسؤولية رسمية أن الفرق الثانية تبحث عن تحقيق لقب الدوري. احنا نبحث عن الدوري، والفرق الباقية 19 فريق يبحث كيف يتجاوز الشرطة. احنا ما ننظر للآخرين شفكرون، احنا ننظر نفسنا، علينا أن نعد العدة كاملة حتى نجعل الآخرين إن شاء الله إلى حد كبير عادينها، وممكن أن نتعامل مع أي متغير. الدوري أشبه بالعمليات أشبه بالعمليات العسكرية، عليك أن تتكيف دائما مع المعطيات اللي تمر بها، مع الظروف، مع التغيرات، وبالتالي علينا أن لا نخفق في هدر نقاط، علينا أن نوظف ونستغل إذا حصل هدر عند الفرق الأخرى. والأخوان بالكادر التدريبي أيضا سامعين هذا الكلام وتكلمنا معهم بشكل تفصيل. أحمد فرحان وآسر التحق. أحمد التحق إلى الفريق، وآسر إن شاء الله يلتحق. ما أعتقد يلقون، مع احترامي لكل الفرق، ما أعتقد يلقون اللي يلقوه بالشرطة. هم يعرفون، يعني ما يدخل بالتفاصيل. من ناحية العقود ومن ناحية تسليم الأموال، من أي ناحية؟ العقود مو بس من ناحية المبالغ، إحنا أقل علوهم من بعض الأندية، ولأول مرة بتاريخ الدوري، يعني على الأقل خلال فترة وجودي بالنادي، أول مرة قللنا العقود مو زيدنا العقود. لكن أنه يستلم على حد الدينار، نعم يستلم على حد الدينار. مكافآت طبعا أكيد، إضافة إلى كل ما يحتاجونه حتى خارج مجال النادي والرياضة. داعمينهم لأنه نعتبرهم أخواننا وولدنا. الكادر التدريبي حدد الإضافات، واليوم يشوف الفريق، فريقنا جيد صراحة، بالشباب البي جيد، يعني فريق جيد، فريق ينافس، والتوفيق من رب العالمين.